تحت إشراف هيئة التميز والإبداع وبالتعاون والتنسيق بين مديريتي التربية واتحاد شبيبة الثورة، تستمر المنافسة للمرحلة الثالثة للأولمبياد العلم السوري على مستوى الفروع في كافة المحافظات. تم تنفيذ بعد المرحلة الأولى المرحلة الثانية على مستوى روابط شبيبة حماة، كان عدد المتأهلين 2474 رفيق ورفيقة، خاضوا التصفيات وتأهل لدينا الآن 266 رفيق ورفيقة. الآن نحن في المرحلة قبل الأخيرة من هذا الأولمبياد، وهي مرحلة المسابقة على مستوى الفرع. يتقدم لهذه المسابقة 266 طالب وطالبة في المواد الخمس. تم التحضير لهذه الفعالية بشكل جيد جدا، تم تأمين الكادر التعليمي والكادر كادر المراقبة وكادر التصحيح قبل بدء هذه الفعالية. اليوم انطلقت الأولمبياد المرحلة الثالثة، وكانوا رفاقنا كلهم متدربين عليها، والحمد لله تقدم لنا 259 طالب في محافظة درعا وبكافة الاختصاصات العلمية، وكانوا على مستوى إن شاء الله عالي، ونتأمل أنه يكونوا يعني مستواهم عالي جدا. الهدف منها أظهار حالات الإبداع والتفوق والتميز لدى رفاقنا الشباب، وأيضا خلق روح التنافس الإيجابي بينهم ليتسنى لهم المشاركة في أعلى المستويات. هذا النشاط هو نشاط علمي بامتياز، الغاية منه هو تمكين رفاقنا شبيبين علميا لهذه المواد، تأهيل شباب قادر ومتمكن لبناء وطنه، وخصوصا أننا إن شاء الله بعد الانتصار قادمين على أعمار سوريا، سيكون الأعمار بإذن الله بسواعد هؤلاء الشباب المتمكنين. تصفيات المحافظات من المنافسات العلمية للأولمبياد العلم السوري للمرحلة الثالثة شملت كافة المواد العلمية من كيمياء وفيزياء وعلم الأحياء، بالإضافة إلى مادتي الرياضيات والمعلوماتية. في أسئلة صعبة، في أسئلة سهلة، يعني تضمن كل المستويات. والله الأسئلة هي مجموعات، فأني بعد المجموعة الأولى، والمجموعة يعني الحمد لله سهلة. وسط تقريبا، بعد ما شفت كل الأسئلة، بس يعني لحد الآن منيح. تمام الحمد لله، أسئلة منيحة. أسئلة منيحة، أستاذنا بأول الأسئلة مشاركين اليوم، بلكي إن شاء الله بنرفع اسم سوريا. أستاذنا بأول تمارتنا كان سهلة وصعبة، بس ان شاء الله بلكي نتأهل للمرحلة اللي بعدها مشان انه نرفع اسم سوريا. اول كم سؤال سهلين، ومشارك لانه عندي هدف اني اوصل على قطر عشان واحقق. مشارك بمادة رياضيات، اختبار قدرات، حتى الواحد لو ما نجح بس يعني بيختبر قدراته. مشارك مشان اتأهل من مستوى المحافظ لمستوى القطر، ونرفع من القطر لنتأهل للبلاد الاجنبية ونرفع اسم سوريا بين البلاد، مشان نمثل سوريا بالاولمبياد العالم ان شاء الله. تستمر الحياة في سوريا مع استمرار الأمل الذي يشرق من نور العلم والمعرفة، فالمنافسة اليوم بين هؤلاء الطلاب في جميع المحافظات دليلاً واضحاً على التميز والإبداع والقدرات العلمية التي انتصرت على الإرهاب.